نرحب في البداية بضيف حلقتنا اللواء المتقاعد رفيق أبو هاني الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، انضم إلينا من غزة. سيادة اللواء مساء الخير. بالجملة إذن العرب استغلوا قمة النقب المحتل وتقدموا بطلبات للمحتل الإسرائيلي للحصول على هذه الأسلحة. نسأل في البداية ما أهمية هذه الأسلحة المطلوبة عربيا، وكيف سيتم استخدامها يعني في أي مجال؟ الرحمن الرحيم. يعني أولا قبل الحديث عن موضوع الأسلحة أخي كريم، نود التنويه على أنه حالة التطبيع الموجودة حاليا هي حالة انهزام، بمعنى أنه يريدون لهذا العدو الصهيوني أن يعني يكون طبيعيا وجسد طبيعي في الأمة العربية والإسلامية. ما معنى التطبيع أخي الكريم؟ التطبيع هو أنه الاحتلال ودولة الكيان الصهيوني تصبح دولة طبيعية، احتلالهم للمسجد الأقصى المبارك يصبح طبيعيا. أنا أحدثك الآن يعني والشعب الفلسطيني طبعا ومعه كل أحرار العالم يعني 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 يعيش حالة المقاومة، وحتى الآن وما يسمى تل أبيب لتل الربيع الفلسطينية قرية أم خالد تاريخيا في فلسطين لم تعيش حالة مقاومة وحالة يعني تجذير للشعب الفلسطيني في أرضه. أما عن أهمية هذه الأسلحة، هذه أسلحة ثبت فشلها في المعركة الأخيرة. وقابل ذلك أيضا، ما معنى القبة؟ إحنا بنسميها عندنا بغزة القبة الكرتونية بالمناسبة، يعني هذه لا قبة حديدية ولا فولاذية، كلام فاضي فارغ. أثبتت فشلها من غزة يعني التي لا يعني بالمعيار العسكري العلم العسكري المعروف كلاسيكيا، يعني غزة تحتاج إلى سنوات ضوئية لتلحق بالعلم العسكري العالمي الموجود في الدول المتقدمة. لكن على مستوى المقاومة والأداء والاشتباك والروح العسكرية والعقيدة العسكرية المقاومة لدى الشعب الفلسطيني هي متقدمة في ذلك، ولذلك هزمت وكسرت هذه القبة الكرتونية. لذلك يعني المسألة أصبحت واضحة، يعني بمعنى هم يريدون أن يحرفوا البوصلة عن العدو الحقيقي. عدوكم يعطيكم سلاح، يعني هذه يعني أصبحت يعني إذا قرأت الأجيال بعد 50 عاما أو 100 عام ستبصق على هذه الأنظمة يعني كما يبصق الأحرار اليوم. طيب يعني لكن 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 سيادة يعني اللواء، سيادة اللواء يعني هذا 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 موقف طبعا، وهناك طيف واسع ربما الأغلب في هذه الأمة مع هذا الموقف، عدم التعاطي مع المحتل وعدم البيع والشراء والتعاون معه. لكن هذه الدول الآن طبعت وتقول بأنها تحتاج لمثل هذه الأسلحة. ما أوجه الحاجة؟ يعني لو أخذنا مثلا المغرب، في أقصى المغرب العربي، من يهدد المغرب؟ كذلك الإمارات والبحرين، من يهددها حتى تشتري مثلا قبة حديدية أو أسلحة مضادة للصواريخ الباليستية أو غير ذلك؟ يعني نريد من الناحية العلمية العسكرية بعيدا طبعا عن المواقف. يعني من الناحية العسكرية والعلمية يعني أتصور أنه يعني المغرب كما تفضلت أخي الكريم، يعني وين العداء الموجود؟ وين الجيش الكلاسيكي اللي بتواجهه؟ يعني أين هو الجيش الذي تحتاج المغرب من خلال هذه القبة أن تحمي أجواءها من صواريخ؟ أين أجواء الإمارات أيضا؟ ربما أن الإمارات يعني الحديث يدور عن موضوع ضربات الحوثي وغير ذلك وما يتعلق ب اللي هو الحرب في اليمن. طيب ماشي الحال، لكن يعني هل هذه القبة بالمناسبة يعني هي قبة يعني نجحت في كفاءتها العسكرية؟ من جربها يعني؟ وبالتالي حتى في موضوع الإمارات يعني أنا أتصور أن هذا بعيد كثيرا، ويعني كلام يعني ليس له أي وزن عسكري، لأنه يعني دائما السلاح إذا جرب في بيئة وفشل هذا السلاح يسقط. أقول لك يعني شغلة، أنه حتى على مستوى القبة الحديدية حاول العدو الصهيوني أن يبيعها للهند ورفضت الهند. ليه؟ لأنه عارف أن هذه قبة فاشلة لا تجدي شيئا أمام ضربات مقاومة تعد مقاومة شعبية بالنسبة للحروب و الجيوش العالمية الكلاسيكية. طيب ما الذي حتى نقرب الصورة للجمهور سيادة اللواء، ما الذي تختلفه القبة الحديدية على الباتريوت الذي
جاءت به دول الخليج، وبإمكان المغرب التي علاقتها الآن أيضا جيدة مع الولايات المتحدة أن تحصل على هذه المنظومة. لماذا القبة الحديدية وليس باتريوت؟ ربما يتساءل المواطن البسيط. هو يعني حتى موضوع الباتريوت يعني صحيح كلامك، أنا يعني حتى على مستوى الباتريوت وأنظمة الصواريخ الدفاعية الأرض جو، يعني هناك عديد من الأسلحة، هناك أسلحة أمريكية مثل الباتريوت، هناك أسلحة روسية، هناك أسلحة أوروبية متعددة، وممكن أن يكون بديل، يعني صراحة يكون بديل عن القبة الحديدية. لكن حتى على مستوى حتى الباتريوت أو غيره، يعني أنا أقول يعني شغلي من ناحية يعني عسكرية واستراتيجية وأنا مسؤول عنها، الأمة التي لا تصنع سلاحها بيدها أمة مهزومة، وبالتالي يعني أين العرب؟ أين العرب من تصنيع السلاح؟ إذا كانت غزة استطاعت تحت الحصار وتحت الضيق وأربعة حروب استطاعت أن تصنع سلاح تفشل فيه مثل هذه القبة، صاروخ حق ثمنه ما يقارب $50,000 كما يعني أكد. يعني صاروخ المقاومة لا يتجاوز $100، لا يتجاوز $100، ولم تنجح هذه القبة أمن $50,000 صاروخ واحد أن توقف صاروخ $100 واحد فقط. ولذلك هذه يعني طيب إذا قللنا من شأن هذه الأسلحة الإسرائيلية، على كل حال إسرائيل ينظر لها قوة ضاربة في المنطقة، إذا سلمنا بما ذكرته سيادة اللواء، لماذا إذن هذه الدول تعقد هذه الصفقات؟ يعني هل هو كما يقول بعض النشطاء على صفحات التواصل بمثابة قرابين تقدم للمحتل؟ الآن بدأت العلاقة بين الدول العربية والمحتل، لابد من تقديم الهدايا، هذه الصفقات في إطار الهدايا أو القرابين، هل الأمر كذلك كما يرى هؤلاء؟ صحيح، أنا يعني أؤكد هذا الكلام أنه هي عبارة عن صفقات مشبوهة، ليست إلا يعني عبارة عن هدايا تقدم اقتصاد يدر على هذا الكيان الصهيوني. يعني أنا يعني تصور لهذا الكيان، هذا كيان ضعيف. أنا الآن أنا أحدثك وفي عملية عسكرية في اللي هو ما يسمى تل أبيب، الآن مسلح واحد فقط يسيطر على شارع كامل في عاصمة هذا الاحتلال الصهيوني. بالأمس كانت عملية اللي هو لخديرة شمال فلسطين، وقبلها كانت عملية النقب بأسلحة بسيطة جدا. أين هي قوة هذا العدو والذي يسوق لنفسه أنه هو يستطيع أن يصدر سلاح ويستطيع أن يصنع سلاح ويستطيع أن يعني يخلق استراتيجية عسكرية؟ المسألة أنا أتوقع في يعني أمرين اثنين، ألا وهو أولا أهم من موضوع السلاح، حرف البوصلة عن العدو الحقيقي. يريدون من خلال هذه الصفقات التسليحية والعسكرية أنه لا والله إسرائيل أصبحت اليوم صديقة لنا وحلف معنا ضد إيران أو ضد المحور المقاوم أو مثلا من يحالف إيران، وبالتالي إسرائيل أصبحت طبيعية بكرة من لا نستغرب أنه يكون لها يعني مقعد في مجلس الدول العربية مسمى الشرق الأوسط. ولذلك هذا الهدف الأول. الهدف الثاني هو عبارة عن هو يعني صفقات اقتصادية بالأساس لتسويق سلاح فاشل ثبت، أنا أؤكد ثبت فشله قبل أقل من عام فقط، ثبت فشله في معركة سيف القدس الأخيرة. سيادة اللواء المتقاعد رفيق أبو هاني الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية كنت معنا من غزة، نشكرك جزيل الشكر.